نروح نبات حتى في المحلات، المهم نخلص وناخد البضاعة وهنرجع كل حاجة. ما ينفعش، عشان بكرة هنتنزلوا عن المحلات بيع وشراء. يا دي الخراب المستعجل. طب هنعمل ايه؟ هنبات على الرصيف؟ انا هتصرف. اوعي تقولي هنروح نقعد عند ابوكي، انا اموت ولا اروح الحاره مكسور، فاهمه؟ لا ما تقلقش يا عمتر، مش هنروح الحاره. انا الصراحه يعني كنت مشاركه واحده صاحبتي في فندق صغير كده بقرشين، يعني كنت كسرهم من وراك يا عمتر. بتخنصري من ورا جوزك يا واطية؟ والله الواطية دي اللي هتقويكم ان كان عاجبك. وماله يا بسيمة، ما انت اللي مالكة دلوقتي ويحقلك تتنقوري علينا. ما تفهمني في ايه بالظبط؟ بعدين يا ملك هفهمك كل حاجة، يلا بينا. اتفضلوا اتفضلوا، يلا يا شداد. عارفيني ايه ده؟ طيب انت شنط مين دي؟ شنط المعلم. معلم؟ طب يلا قول يلا. ليه ما هلهلك؟ هنمشي من هنا. لا انا مش همشي، المعلم قال ان انا هشتغل عنده وهيريحني من قرفك. كده خربت من كله. هو العجل كده لما يقع بتكتر سكاكينه. طلعي نقيلك اوضه من فوق عشان تنامي فيها حسن، وانت نايمه في اوضه تانيه. حاضر. احنا عملنا اللي علينا، فاضل انت تعمل اللي عليك. والا انا قلت لك قبل كده التهديد ما بيجيبش معايا نتيجه. بكرة تخلي المحامي ينقل المحلات باسمي. وفرشت المكتب اللي في السوق فوق، عشان انا مش ناوي اقعد في محلات، انا ناوي ادور السوق من مكتبي. ماشي، هجيلك بكرة ومعايا المحامي. معاكم فلوس الميكروباص؟ عشان العربيات اللي بره انا هاخدها كلها، السواقين مبهدلينها وانا مرضركوش الخسارة.